برنامج يقرأ أرقام write a program that reads integers and find أول شيء الصم اثنين الماكس المينيمم أكبر رقم أصغر رقم يعني والأفريج نروح نستخدم فور لوب أول شيء نعلن المتغيرات هون نسمي variable definitions بعدين هذول ال variable definition بدنا ال int عدد الأرقام n تساوي 0 كم رقم بدنا ندخل بعدين int sum equals 0 المجموع بعدين max equals 0 اوبس انا بنشيل هاي max equals 0 ومن equals 0 وبدنا شو كمان الافريج AVE equals 0 هسا بنروح اول شيء بدنا نحكي للمستخدم قديش بدخل رقم كم رقم بده يدخل cout enter how many numbers بدك 5 ارقام 6 ارقام how هون بنحكي enter how many integers you need to enter بعدين نحط new line بعدين بيجي لهون نحط cn عدد الأرقام هي cn بعدين بنروح بدنا نخلي يدخل الرقم مثلا نحطه هون الرقم x اللي هو الرقم يساوي 0 فبنروح نكتب هون cout enter a number طبعا نقرا هذا لحاله عشان نخلي المن والماكس تساوي له يعني بنعمل المن من cn x زي هيك نعمل من تساوي x المينيمم تساوي x والماكسيمم تساوي x لازم نبلش من الداتا نفسها هسا بنروح نعمل for loop for int i equals 0 i less than عدد الأرقام اللي هو n n plus plus I mean i plus plus نفتح بدل اللوب وبنحكي أول شيء كمان بدنا initialize the sum هنا sum plus equal 0 sorry sum plus equal x وهسه بنروح لهون بنعيد هاي sum plus equal x بس قبلها بدنا نعمل enter x cout ندخل رقم enter x يعني الرقم بعدين cnx وبعدين بنروح على الصم يساوي plus equal x هسا بنحكي f من bigger than x نروح نحكي انه x تساوي من اوكي انه x من اكبر من x فبدنا ناخذها ونحطها بنعوضها بمن من تساوي x f max less than
اكس كمان بدنا نعوض ماكس 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 تساوي ماكس تساوي اكس. هسا نروح لبرا هون نطبع النتائج. سي اوت وصم صم equal to نروح لهون ونحط صم end line. سي اوت الماكس ماكس تساوي الأكبر الماكسيمم الأكبر رقم تساوي ماكس إن لاين. سي أوت كمان المن من تساوي من end line. وكمان ال ايش احنا بنطلع الماكس المن الافريج سي اوت. ما بدنا نحسب الافريج. اول شيء اي دي اي يساوي صم over n عدد الأرقام. بعدين see out average equal to AVE. بعدين بنعمل run إذا شوف إذا عندنا أخطاء. نسى عندنا هون خطأ. عشان حنسكر القوس هون نهاية اللوب. نعمل ران انتر. كم رقم ندخل؟ ندخل ثلاث وين ثلاث ارقام. هسه ندخل اول واحد مثلا اثنين والدخل الثاني ماينس وان والدخل الثالث تسعة وندخل الرابع خمسة. هسه طلع ان المجموع 15 اوكي والماكس هي تسعة هي تسعة والمن هي من هي ماينس 1 ماينس 1 دخلنا ماينس 1 والافرز طبعا هو القسمة. قديش المجموع الصم صم هو 15 على 3 انا دخلنا 4 اوكي لانه فلازم هاي نغيرها لزائد 1 Okay, so that's the method on finding the mix and min. العدد في احنا اول شيء دخلنا رقم x هاي واحد وبعدين دخلنا ثلاث فصار اربعة فلازم عند الافرج نكتبها صم على n plus 1. اوكي واحد خارج اللوب والباقي باللوب فبطلع الجواب زي هيك. لو ندخل مثلا تسعة كماكس ماينس وان كمينيموم ماينس تو وماينس ثري كمينيموم والناينتي ناين للماكس وزيرو وسكس وسبن وشكله ضلوا على انفينيت لوب
اوكي 99 وزيرو صار انفينيت لوب هون. ستوب ديباج ستوب ران. عامل النمبرز ثلاث هاي تسعة أكبر رقم ماينس تو أصغر رقم وثمانية رقم آخر وآخر رقم هو فور. طلع لنا الجواب صحيح، أكبر رقم هو تسعة وأصغر رقم هو أربعة اثنين ماينس اثنين وهاي الآلة. أوكي شكرا.